في ظل حضراتكم هذا الكم الرهيب من التحديات اللي موجودة في كل حتة في العالم، الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار في كل حتة في العالم، الكرة الأرضية، كل دول العالم. أنا كنت بتكلم في المقدمة أنه كان في بعض الدول العالم كان يقول لك إحنا الشعوب السعيدة، أكتر شعوب العالم سعيدة. ما فيش دلوقتي يعني ما فيش دولة تقريبا ما عندهاش تحديات، إذا كان اجتماعية، اقتصادية، طاقة، غذاء، عسكري. عندنا كل دول العالم عندنا مشاكل بسبب الحرب الأوكرانية الروسية والصراعات الخاصة ما بين الدول العظمى. حضراتكم الدولة المصرية أعلنت من 3 أيام عن برامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية لدعم محدودي الدخل. ضيفي اللي منورني في الاستوديو دكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا بحضرتك. دكتور، أنا في المقدمة قريت أسعار المنتجات في الكروت الخاصة بالتموين يعني، وقلت أنا بتحدى إن ممكن يكون كيس السكر مثلا اللي بعشرة جنيه ونص للمواطن المصري اللي هياخده حضرتك بعشرة جنيه ونص، ممكن يكون السعر ده في أي حتة في العالم. أنا اللي أنا بقوله ده صح ولا غلط؟ لا، معاك، اتفق معاك انه السعر يعني يكاد يكون منخفض عن دول العالم، بس هو القياس ليس فقط بالسعر، لكن السعر والدخل عشان يبقى المعادله منصفه. تمام. زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه كل العالم بيواجه ازمات. مفيش دوله من 194 دوله المقيدين في الامم المتحده ما عندهمش ازمات، سواء كانت اقتصاديه، اجتماعيه، سياسيه، بسبب احنا عندنا 3 أزمات: عسكريه، ازمه طبعا عسكريه، طاقه، وغذاء. تمام. احنا بنتكلم روسيا واوكرانيا او الازمه اللي بينهم، دي ازمه يعني اثرت على العالم بشكل كبير، من قبلها كوفيد 19 اللي هي كورونا، من قبلها ازمه المناخ الممتده معانا. فثلاث ازمات العالم بيواجهها من 2019 بشده، من اول ازمه المناخ وجاءت ازمه كورونا ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه، فثلاث صدمات كبيره جدا على الاقتصاد العالمي، بدرجه ان الاقتصاد العالمي نفسه تاثر. يعني كل دول العالم معدلات الناتج القومي او الاجمالي الدولي الخاص بها اتاثر، بدل ما كان بينمو بنسبه 5% و6% اصبح النهارده بينمو بنسبه 3.2%. طيب الدول العالم انخفض فيها، وانخفض فيها مستوى الدخل، انخفض فيها ازمه الطاقه، اسعار الطاقه زياده، اسعار الغذاء فيها زياده بشكل كبير جدا، وامدادات اللي هو بيطلق عليها سلاسل الامدادات اللي احنا قاعدين نسمع الكلمه دي، اللي هي حركه السفن اللي بتطلع من منطقه البحر الاسود وبحر البلطيق اللي هم ما بين اوكرانيا وما بين روسيا، والسفن دي المفروض محمله بالغذاء، بالحبوب، سواء كانت الاقماح او سواء كانت الذره، سواء كانت كثير بقى من الحبوب اللي هي المنتج اللي بيتم انتاجها في اوكرانيا وفي روسيا، لان الدولتين دول يعتبروا سله غذاء العالم. تمام. وبالتالي اصبح كل دوله عندها مجموعه من التحديات، خاصه مع الطبقه المتوسطه ودون المتوسطه، فبدات انها تزيد من عمليه الدعم المقدم لها، اللي هي شبكه الحمايه الاجتماعيه او مظله الحمايه الاجتماعيه اللي احنا بنتكلم عليه، سواء بقى كان ده دعم نقدي يتقدم في صوره دعم سلعي على بطاقات التموين، انه يزيد من القيمه 100 جنيه مثلا على بطاقه التموين، زي ما تم من مجموعه الايجارات اللي تمت في مصر، الاسر اللي مثلا دخلها انخفض للغايه او محدوده الدخل ان هو بيتم دعمها بمطلق عليه برنامج زي تكافل الكرامه. تكافل الكرامه بالمناسبه كان لغايه السنه الماضيه بيحتوي على من 3 ل 3.2 مليون اسره، يعني في حدود 15 مليون مواطن مصري. النهارده ارتفع هذا الارتفاع مع الموازنه الجديده الى اكثر من 20 مليون، وبالحزم الايجارات الجديده وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب زياده كمان 450 الف اسره، فاصبح احنا بنتحدث ما بين 23 ل 25 مليون مواطن هيستفيد من برنامج اللي هو تكافل وكرامه، المساعده. الحمايه الاجتماعيه في مشروع زي حياه كريمه، رغم التحديات رغم الازمات تم الاعلان عنه انه مستمر، والنهارده حجم الانفاق اللي هيتم في هذا المشروع يقدر حتى الان 900 مليار جنيه. بدا ب 700 ثم التكلفه زادت فاصبحت 900 على 3 سنوات، فده برضه نوع من انواع مظله الحمايه الاجتماعيه اللي بيتم تقديمها. طب المظله دي بيتم تقديمها الهدف منها ايه؟ المسانده ومساعده الاسر الاكثر احتياجا، الاسر اللي هم متوسطي او اقل من متوسطي الدخل منخفض الدخول، والاسر المعيله، انه يحاول اوفر له الاحتياجات الاساسيه المعيشيه في ظل ظروف ان هي بدات تكون اشد قسوه
في على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. لسبب بسيط، احنا عندنا اشكاليه، التضخم اللي موجود في العالم اتنقل لينا. يعني اتنقل لينا بمعنى ايه؟ انا التضخم مصر مش السبب فيه، يعني لو كان عندي سبب 10% 15% ما بين جشع تجار، ما بين مش عارف انه في بضاعه ناقصه، لكن انا عندي جزء اتنقل من الخارج. طب اتنقل ليه من الخارج؟ انا عندي فاتوره استيراد عالميه مصر بتستوردها من الخارج ب 70 مليار دولار سنويا. لما الاسعار زادت في العالم، احنا بنتكلم على دول الاتحاد الاوروبي الزياده 10%، ودول الولايات المتحده الامريكيه اخر اعلان ليها 9.6%، يعني 10% تقريبا، تمام. بس احنا لو جينا بصينا ده 10% ده المتوسط، لو جينا بصينا كده بقى وكبرنا حطينا بالنضاره المعظمه ونكبر، هنلاقي بعض بنود اللي احنا بنستوردها من عندهم، سواء كانت غذاء، سواء كانت منسوجات، سواء كانت سلع، سواء كانت مكونات صناعيه بتخش في منتجات صناعيه، الزياده فيها من 15 ل 20. فلما الاسعار زادت في الخارج بالطبيعه اتنقلت عندي. لما نتكلم على القمح، كان الطن فيه 275 دولار، اتحول الى 500 دولار في بعض الاحيان، والنهارده لما انخفض ب 460، يعني يكاد يكون الضعف. يبقى الزياده هنا في القمح مش 10% في تضخم، ده 100% في المنتج ده. نفس الكلام في الزيوت، الزيوت زادت بنسبه 60% على مستوى العالم. وبالتالي جاء دور الدولة انها تقوم بمجموعة من اجراءات الحماية المجتمعية، انها تحاول توفر للفئات الاكثر احتياجا مجموعة من يعني التموين، مجموعة من المبالغ من الدعم، سواء كان لو نفتكر الدعم اللي كان بيقدم ايام كورونا للي هم اللي هم العاملين، اللي هم العاملين اللي هم ما عندهمش اي مثلا مصادر دخل، 500 جنيه في الشهر. طبعا ليس كل يعني ليس هذا كل شيء، ولكن هي نقول سند، محاولة دعم بيقدم للأسر اللي هي أكثر احتياجا. رجعنا وبنستكمل حضراتكم الحلقة مع الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وبنتكلم عن الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية اللي أمر بيها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكنت بسأل حضرتك قبل الفاصل حضرتك ان الدكتورة نيفين قباش وزيرة التضامن في المؤتمر الصحفي من حوالي 3 ايام، برنامج تكافل وكرامة كان تمويله 19 مليار في السنة اللي فاتت، وصل ل 22 مليار جنيه في ابريل 2022، وبعدين وصل ل 25 مليار جنيه من 25 مليار جنيه 19 من 19 الى 25 مليار جنيه في خمس صحيح. شهور فقط. صحيح. تعليق حضرتك على هذا الكم من السرعه في انك انت تقدر تقف بجانب الاكثر فقرا والاكثر احتياجا وانضمام عدد كبير من الاسر لتكافل وكرامه. طيب، هو السؤال ده يتضمن حاجتين. اتفضل. الجزء الاولاني، السرعه ديت كانت يعني طبعا سرعه محموده وكان لابد منها، لان انت وتيره الزياده في الاسعار كانت كبيره جدا. صح. وزي ما وضحنا قبل كده، لكن صح. احنا محتاجين كان لازم اتوسع في برامج الحمايه الاجتماعيه بشكل كبير عشان الاسر الاكثر احتياجا والاكثر فقرا. طيب، التوسع اللي تم ده تم عن دراسه، لان النهارده عندنا قاعده بيانات مهمه جدا تستطيع ان الدوله تعرف فيها محدود الدخل، تعرف متوسط الدخول، تشوف حتى يعني احنا لما بنتكلم على تكافل وكرامه هنتكلم عليها الاول، انه انا عندي احتياجه ونسب فقر موجوده داخل الدوله المصريه متعارف عليها وفقا للجهاز المركزي للاحصاء والتعبئه، وبالتالي كان هناك لابد من زياده تمويل الاسر الاكثر احتياجا عن طريق نظام او برنامج التكافل والكرامه، وبالتالي الزياده اللي تمت دي. طب السؤال، الزياده دي تمت بناء على ايه ومنين الفلوس؟ حاجتين، الحكومه مع وهي بتودع عمليه الموازنه العامه المصريه اللي بدات من 1/7/2022 وباذن الله هتنتهي 30 يونيو 2023، كان تم وجود مخصص قدره 130 مليار جنيه لمواجهه الازمات، احتياطي مصري لمواجهه الازمات. نعم. عندنا ازمه لا قدر الله في حادثه معينه، عندنا تضخم في حاجه معينه، عندنا اشكاليه مثلا في مثلا علاج على نفقه الدوله، ففي مبلغ محدد وقيمته 130 مليار، ده ما بيتم في تحويل هذه المبالغ بعد موافقه رئيس الجمهوريه وموافقه دوله رئيس الوزراء عليها، انه بيتم تحويل من هذا المخصص الى برامج او تمويل برامج الحمايه الاجتماعيه وعلى اصولهم تكافل وكرامه، وبالتالي كان جاء هذا التمويل. دكتور حضرتك
إشادة كبيرة جدا من الدكتور مصطفى مدبولي، وإشادة أيضا كبيرة من الدكتورة نيفين كوباش وزير التضامن في المسؤولية الخاصة لحضرتك التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. صحيح. ليه؟ لأنه الدولة حضرتك في تكافل وكرامة هتزود 500 ألف أسرة، وهم وأيضا التحالف الوطني هيزود 600 ألف أسرة، منهم 420 ألف أسرة دعم مادي و180 دعم 180 ألف أسرة دعم غذائي. غذائي صحيح، تمام. دور منظمات المجتمع المدني حضرتك أكيد ظهر بشكل قوي جدا في كورونا وحاليا بالمشكلة الأوكرانية الروسية. أولا لم يعد الاقتصاد على مستوى العالم قطاع عام وقطاع خاص، أصبح في بعد ثالث أو في يعني عضو ثالث في المنظومة الاقتصادية اسمها منظمات المجتمع المدني، اللي بتعتمد في الأساس على التبرعات من أصحاب الدخول المرتفعة. نعم. كمساندة ومساعدة للأسر الأكثر احتياجا، وبالتالي كل ما الدور ده أو هذا القطاع يتم تدعيمه اقتصاديا، تدعيمه بمجموعة من القوانين يقدر يتحرك فيها داخل السوق، لأن القطاع ده بالذات اللي هو منظمات المجتمع المدني هو أكثر القطاعات يعني تلمسا مع الأسر الأكثر احتياجا، هو ده اللي بيشتغل على أرض الواقع، هو ده اللي بينزل في قوافل طبية، بينزل في قوافل مساعدة، قوافل بتنزل بتشوف الناس الاحتياجات الخاصة بيهم. ويمكن احنا شايفين الدور بتاعهم في مشروعات زي حياة كريمة والدور التنموي اللي هم بيعملوه. هذا التحالف اللي تم من خلال مجموعة من المنظمات المجتمع المدني كان له سند انه عنده مجموعة من الأموال هيستطيع فيها يدعم الاقتصاد الدولة، يدعم الأسر الأكثر احتياجا، انه يوفر زي ما حضرتك تفضلت وقلت، سواء كان هدعم في برنامج زي تكافل القوامة هقدم دعم نقدي، أو سواء كان إن أنا هقدم دعم غذائي لبعض طلبة المدارس أو بعض الأسر من خلال شنط هيتم لها كراتين الخاصة بالغذاء، لها كرتونة بتبقى قيمتها حوالي 120 جنيه وهيتم تخفيضها إلى 60 جنيه تقريبا، يعني 50% خصم، وبالتالي هو هيستطيع إن يعني يسلم هذه الكراتين أو هذه الدعم الغذائي إلى الأسر الأكثر احتياجا أو اللي هي فعلا تستحق هذه النوعية من الغذاء. هذه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني زي ما جدا. حضرتك بتقول إن هي أوريدي على أرض الواقع في كل محافظات مصر. صحيح. وفي كل قرى مصر. صحيح. وأكيد هي مدت الحكومة المصرية بالكثير والكثير من البيانات للمواطن المصري طبعا. الأكثر احتياجا وأكثر فقرا. أهمية إن إحنا عملنا بيانات خاصة للمية وخمسة مليون مواطن مصري وما زلنا في هذا الاتجاه. صح. أهمية ده إيه؟ ده مهم. أنت عندك النهاردة قاعدة بيانات من خلال يعني اللي هي منصة مصر الرقمية، تستطيع ان انت من خلال رقم قومي يتعرف انا داخل ايه، يتعرف ان انا شغال فين، يتعرف انا اولادي في اي مدرسة، متزوج من مين، عندي مثلا لو عليا قضايا في محاكم ترتيبها ايه، لو مرفوع ليا قضايا او انا رافع قضايا، كل حاجة بيانات، باخد تموين منين، باخد دعم منين، عربيات لا امتلكها. قاعدة البيانات دي تقدر من خلالها الدولة المصرية تعرف من هم الاسر الاكثر احتياجا. فاكر الكلمة حضرتك اللي كنا بنقولها دايما، أن يصل الدعم إلى مستحقيه. صحيح. الجملة طول دي عمرنا عايزين نقول الكلمة دي. أنا طلعت عليها سمعتها وبدأت أقولها برضه. وأنا مش عارف تتحقق إزاي. النهارده بدأت تتحقق. ليه؟ أنا عندي قاعدة بيانات، عارفين والله أن عبد المنعم دخله قد كذا. يبقى عبد المنعم لو عنده بطاقة تموين ما ينفعش ياخدها، يبقى تتلغي. يبقى أنا النهارده شلت من عبد المنعم بطاقة التموين واديتها للأستاذ فلان. يبقى هنا دي إن أنا، لأن كان في كثير من الناس من أسر يقول لك لا انا باخد تموين وبديه بوزعه انا، لا انت مش دورك ان انت اللي توزع، ده دور دوله. فانت حضرتك، انا النهارده اتشال من التموين عشان والله عندي عربيه، اتشال من التموين لان استهلاك الكهرباء قد كذا، اتشال من التموين عشان كذا، يبقى الدعم اللي كان بيقدم ليا وانا غير مستحق دي الدوله استطاعت انها تسحبه من عندي وتديه لمستحق تاني. طب هل الدوله سحبته واديته لحد تاني ولا سحبته وخدته في جيبها؟ طب نشوف بالارقام. أنا عندي كان دعم مقدم في الموازنة العامة 320 مليار جنيه، تمام؟ طب السنة دي 356 مليار. طب السنة اللي قبليها، أنا كان من السنة دي اللي هو 22-23، السنة اللي فاتت اللي هي 2021-2022، طب اللي قبليها كان 305 مليار، طب اللي قبليها كان 298. فإذا هناك زيادة في حجم حصة الدعم المقدم من الدولة للأسر الأكثر احتياجا، سواء بقى كان الدعم ده موجه في
شكل منظومة غذاء، منظومة التموين، منظومة الخبز، العلاج على نفقة الدولة، في مبلغ مرصود. طب الدعم ده بيزيد وانا بعمل تنقية للكشوف، ده معنى ايه؟ اللي بحقق الوفق اللي احنا بنتكلم عليه. النهارده الرئيس اعلن انه لازم نزود البطاقات اللي هم بيستفيد منها اكثر من 70 مليون مواطن عن طريق 8 مليون اسرة، انه يكونوا موجودين ازود بيهم كل بطاقة 100 جنيه، يبقى ده دعم اديته، سحبت من فلان واديته لفلان، فده صحيح. المهم صحيح. وايضا في تكافل وكرامة طبعا، زي ما احنا حضرتك شايفين كده ان الدولة ابتدت تشوف انه في 500,000 اسرة بالزبط. تستحق انك صحيح. انت تدي تخش برنامج تكافل وكرامة، واحنا زدنا التكافل وكرامة من مليون اسرة الى النهاردة بنتكلم في حوالي 4.1 مليون اسرة، يعني بنتكلم ما بين 23 ل 25 مليون مواطن داخل مصر، يعني ربع سكان مصر بيتحصلوا على تكافل وكرامة اللي هو البرنامج اللي حتى قيمته زادت من 400 جنيه ل 900 جنيه ل 1100 جنيه. ال 500,000 اسره اللي هي من الحكومه اللي هتخش وتنضم الى تمام. برنامج تكافل وكرامه، وال 600,000 اسره صحيح. اذا كان دعم نقدي او دعم غذائي، دول هيبقى ليهم حضرتك يعني بطايق عشان طبعا. اللي هي ميزه طبعا بطاقه ميزه وده بالتالي بيدخل على المنظومه الرقميه انه بيبقى عنده بطاقه يعني يقدر يصرف بيها هذا المبلغ من مكاتب البريد، يقدر يصرف بيها من الماكينات الموجوده، وبالتالي بدل ما يحكم بيقف في الطابور في مثلا وزاره التضامن الاجتماعي او احد مكاتب او جمعيات التابعه ليها، لا النهارده انا بطلع على انا بيتحط لي المبلغ زي ما اكون بصرف المعاش او المرتب بتاعي، بطلع على مكتب البريد بسحب من خلال كارت ميزه واسحب الفلوس بتاعتي ويبقى انا كده تمام اقدر اكمل بيها الشهر. طبعا ده مع مساندات ومساعدات بيتم تقديمها من منظمات المجتمع المدني والأسر الموجودة. حضرتك احنا الدعم الخاص ب البطاقات التموين حضرتك هي كانت بتبقى كانت 25 منتج، وصلت ل 29 وزودنا اربع منتجات صحيح. منها على ما اتذكر المربى المربى و حضرتك هم الهدف التنوع، يعني الهدف الإتاحة والتنوع، يعني دول يتحطوا كلهم تحت عنوان كده إتاحة وتنوع. أنا بدل ما أجي أقول لك والله أنت راجل بتاخد تموين هو عندك بس ثلاث أصناف الرز والشاي والسكر والمكرونة أو الأربع أصناف، لا أنا بديك إتاحة حسب احتياجاتك، ممكن والله يكون على البطاقة ديت في مثلا حد عايز يغير يجيب حاجة بدالها يجيب علبة تونة يجيب مش عارف إيه، فالإتاحة فرصة الإتاحة دي يعني بتبقى جيدة للمواطن انه يقدر يختار احتياجاته، ما بقاش انا حاسه في منتج، ما برضو احنا الموضوع مش ناد اللي هو النظام الاشتراكي اللي هو انت عندك والله القماش الكاستور اللي تروح تعمل بيه الجلابية والبيجامة وعندك اللي هو الشاي والسكر وخلاص هو ده يعني التموين بتاعك عندي، لا انا اتاحة من الدولة بتديك اكتر من صنف وانت عليك تختار حسب احتياجاتك اللي انت عايزها كل شهر. حضرتك من ضمن التصريحات ايضا لمعالي وزير التموين الدكتور علي المصلحي اعداد البطاقات الاسره الواحده 7.7 مليون بطاقه، مليون بطاقه، البطاقه اللي فيها من اسرتين لثلاثه 332,000 بطاقه، البطاقه اللي فيها اكثر من ثلاثه اسر 926 بطاقه، يعني ايه حضرتك البطاقه يبقى فيها اكثر من ثلاث اسر او اربع اسر؟ بيبقى مثلا والدي أيوة. واحنا يعني والدي ووالدتي ومعانا مثلا انا واخواتي، انا تزوجت فاصبح معايا زوجه، فاما بنفصل واطلع ببطاقه يا اما ببقى في نفس البطاقه وازود عليها زوجتي ويجي بعد كده ابني، فيبقى ممكن البطاقه دي فيها ثلاث اسر ممكن يتعملوا، او الوالد والوالده بيتوفوا او الوالد بيتوفى ويصبح كل واحد من موجود متزوج ومخلف فتصبح فيها اسرتين ثلاثه داخل هذه البطاقه تاني. هذا الدعم حضرتك لمدة استثنائية احنا بنتكلم اولا 7.7 ده العدد قبل الزيادة بعد التحديث الاخير 8.1 مليون اسرة لكن انا قصدي انه يعني ده هيبقى اللي هي الاستثنائية اللي هو 100 جنيه للاسرة الواحدة الاربع انفار، واذا كان اسرتين 200 جنيه ولا اكتر من ثلاثة هيبقى 300 جنيه صحيح. ده لمدة 6 شهور فقط لغاية ما نشوف الأزمة، يعني هل طب لا قدر الله أزمة اتحلتش أعتقد إن هيتم استمرارها لغاية إن يتم معالجة الاقتصاد، أنت في الآخر يهمك إن الأسر المنخفضة ما يسوقش حالها، أنت
حضرتك احنا في مكتسبات اصلاح اقتصادي. صحيح. يعني ايه مكتسبات اصلاح اقتصادي؟ لما مصر عملت الاصلاح الاقتصادي من 2016 حتى 2019 حققت بعض النتائج. الهدف دلوقتي ان انا احافظ عليه. انا في ماتش كسبان فيه 2-0 فلازم اامن دفاعاتي عشان ما يخشش فيا جول. طب ايه الجول اللي ممكن يخش فيا؟ انا وصلت كمعدل البطاله 14% اصبح 7%. طب انا لو سبت الدنيا تسوق، طب ما معدلات البطاله هتزيد، يبقى انا اللي حققته قبل كده اللي وفرته بيتم للاسف اهداره من جديد. طب انا عندي مكتسب ايه تاني؟ ان انا النسب اللي عندي الخاصه بالعداله الاجتماعيه حققت جزء كبير منها، مشيت في هذا المشوار سواء كان ببرنامج تكافل وقامه. طب تكافل وقامه النهارده مع 1 مليون اسره. طب النهارده الدنيا لما زادت الاسعار بدات يكون في يعني اللي كان بيقبض 4 و3 لا بدا ينخفض، دخله مش مكفي فلازم اسنده. ولذلك كان برضه من ضمن الحاجات الاستثنائيه ان هم اصحاب المعاشات اللي هم مرتبهم او معاشهم بيقل عن 2000 جنيه هياخد دعم، هيتم الزياده. المرتب اللي بيزيد عن 2500 اللي بيقل عن 2700 كمرتب برضه هياخد دعم الزياده. الهدف منه ايه؟ ان انا اوصلك للحد اللي انت تبقى على الاقل يعني يعني وفرت احتياجاتك الاساسيه. تمام؟ اه طبعا لو حتى الحكومه زودت 2003 برضه مع التضخم العالمي المبلغ قليل، بس انا بوفر لك ايه؟ انا جعان وعطشان وعايز، فانا بوفر لك الحاجات اللي تقدر تعيش وتقدر تبقى نوعا ما في امكانيه او اتاحه من ان انت تقدر تحقق احتياجاتك الاساسيه. دكتور، أهمية حضرتك أنك أنت الدولة المصرية دايما في عندها إجراءات استباقية. تمام. إجراءات استباقية أيام اتعودنا، إجراءات استباقية من أيام كورونا ومشاكل كورونا من سنتين. صحيح. ونص تقريبا. صحيح. ودلوقتي في إجراءات استباقية أيضا بسبب التضخم العالمي. صحيح. وزيادة الأسعار ونقص الحبوب و فحضرتك دلوقتي في إجراءات استباقية في أنك أنت يبقى عندك احتياطي للمخزون الاستراتيجي للمنتجات وصل الاساسيه. وصل 7 اشهر في بعض السلع. القمح من تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي انك انت وصل لسبعة اشهر. صحيح. والباقي تقريبا 6 اشهر. 6 اشهر، صحيح. اهميه ده، لو ما كناش عملنا ده، لو ما كناش عملنا الصوامع اللي احنا بنخزن فيها القمح، لو ما كناش عملنا انك انت تزود الرقعه الزراعيه في كثير من الاماكن في جمهوريه مصر العربيه، اهميه ده. كل دي طبعا هو برنامج الاصلاح الاقتصادي نرجع له تاني، هو كان الهدف منه ان انا اعمل تنميه مستدامه. يعني ايه تنميه مستدامه؟ يعني انا اوفر حد ادنى من الاكتفاء الذاتي من السلع، حد ادنى من الاكتفاء الذاتي من الصناعه ومن الخدمات والسلع المقدمه والمنتجات بشكل كبير. طب الخطوات الاستباقيه، خلينا نقول لما حصلت ازمه كورونا قامت مجموعه من الاجراءات خدها سواء كان محافظ البنك المركزي او الدوله المصريه، سواء كانت ان انا اقلل الضرايب على المصانع، ان انا اقلل او اشيل الضرايب او اوقفها لمده سنه على الشركات السياحيه، ادعم شركات السياحه، او اوفر تمويل للمصانع بنسبه 5% و8%. كل دي اجراءات خدتها الدوله المصريه لانها توفر او تساند بعض القطاعات اللي كانت اكثر تضررا في موضوع كورونا. طيب النهارده حتى لما جه موضوع الازمه العالميه بسبب او ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه، برضه قامت الدوله المصريه بمسانده. طب مين اكثر ناس هتبقى يعني تضررت بهذا الموضوع؟ اللي هي الاسر التي فقدت سواء كان دخل ليها، سواء كانت فقدت مصدر لرزق ليها، سواء كانت اللي هي التضخم وزياده الاسعار مع وجود دخلها كان متوسط او اقل من المتوسط بدا ينخفض وبدا تزيد حده احتياجها، وبالتالي كان هناك دعم. يعني انا بواجه وفقا للظرف الخارجي. لما قامت الكورونا فالسياحه والطيران اتعطلوا فكان هناك دعم موجه للسياحه. طب لما الصناعه وقفت برضه اتعطلت عشان الامدادات، وقفت جنب قطاع الصناعه والمصنعين. طب النهارده الاسر اقصى احتياجا عندهم مشكله، لا بدات اقف جنبهم واقدم معونه واقدم سند واقدم دعم ليهم بشكل كبير عشان يبقى حزم اجراءات تبدا تسير. على الاقل اعمل حركه داخل السوق المصري، اعمل ما يطلق عليه، ما يبقاش في عندي الكفتين كفه مرتفعه وكفه انخفضت للغايه. انا ما اقدرش او الدوله لا تستحمل ان يكون عندي كفه او طبقه انخفضت للغايه مش قادره اللي هو الحد الادنى من المعيشه، لا لازم ارفعها بدعم بمسانده
من خلال سلع، من خلال دعم نقدي، من خلال تموين، من خلال منظومة خبز، من خلال بعض الدعم النقدي سواء في تكافل القوامة أو غيرها، من خلال منظمات مجتمع مدني، من خلال برنامج حياة كريمة أطور ليهم الحياة، أعمل تحسين وجودة للحياة نوعا ما، أوفر لهم مياه نظيفة، أوفر لهم الكهرباء، كل دي خدمات أقدر أسدها. يعني الدعم ليس فقط نقدي، الدعم اللي ممكن في خدمة، إن أنا أوفر لك كهرباء، إن أنا أوفر لك طريق، إن أنا أوفر ليك نادي داخل المنطقة أو مركز الشباب، كل دي مجموعة من الإجراءات بتتخذها الدولة في هذا الشأن. دكتور، يعني تقريبا آخر سؤال بالنسبة لي، يعني حضرتك المشكلة الأساسية اللي أنا من وجهة نظري ومن وجهة نظر أكيد الدولة المصرية برضو، إن دي أهم مشكلة بتواجه الشعب المصري وجمهورية مصر العربية بقالها تقريبا 50 سنة، وهي هي زيادة أعداد السكان الغير طبيعية، الغير منطقية، الغير مسؤولة، اللي هي احنا بنحاول قد ما نقدر ان احنا نصل الى تقريبا زي ما فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم انه يأمل ان احنا نوصل ان احنا 400 الف فقط هم اللي يزيدوا في السنة. طبعا حلم يمكن ان شاء الله نقدر نحققه بإذن الله تعالى، لكن هذا التحدي الكبير في انك انت عندك مليون مثلا 2022 زي تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، عندك في 2022 مليون و600 مواطن ومواطنه مصريه جداد. صحيح. عايزين لبن اطفال، وعايزين مدارس وفصول وجامعات، وعايزين اكل وشرب ومستشفيات ودكاتره هذا الملف طيب. الى متى؟ طيب هاخد دقيقتين بس في الموضوع ده. اولا احنا الزياده السكانيه مصر بتزيد كان 2.6%، وده نسبه كبيره جدا. طب الزياده السكانيه مشكلتها ايه؟ زي ما حضرتك قلت، انا كل ما بيزيد العدد انا لازم ازود خدمات سواء كان التعليم او صحه ومدارس. فانا لو بنيت 100 مدرسه وفرحان ان انا بنيت 100 مدرسه، فعدد الناس اللي داخلين لي اكتر من عايزين 500. طب هبني 500 بقى محتاج 2000، فكل ما بجري كنمو واقتصاد ومصانع بتتبني محتاج اكتر عشان اغطي الزياده السكانيه. دايما اي حد بيتكلم في الموضوع ده بيتم اتهامنا بجمله، الصين. يا عم بص على الصين ومليون 600 مليار والكلام ده. احنا في فرق بين حاجتين مهمين جدا، إيه احنا مش واخدين بالنا. اولا معدل النمو السكاني في الصين 0.25%. طيب هنقول 0.25% بتاعتهم قد 10% بتوعنا، ده النسبه الاعداد مختلفه. انت مش المشكله الحقيقيه في مصر، محدش يزعل، انه طبيعه الطبيعه البشريه عندنا مش مؤهله للصناعه. حضرتك تعرف كم واحد شغال في مصنع؟ لكن حضرتك تعرف 1000 واحد شغال في على توك توك، سواء تاكس، ماسك في اوبر، ماسك شغال عمل اداري، واقف على الناصيه، واقف سايق، مليون واحد. لكن كم واحد في المصنع عامل؟ مفيش. فاحنا احنا الدوله قايمه على الخدمات مش قايمه على الصناعه وقايمه على الزراعه. فانت عشان تحول كلامك والصناعه، بس توضيح، والصناعه والزراعه دول اللي ممكن حضرتك انك انت تنتج وتكتفي ذاتيا وتصدر. اي دوله عايزه تحقق النمو في الدنيا دي كلها لازم ساقين امشي عليهم، رجل يمين وشمال، صناعة وزراعة. تأتي السياحة وتأتي الخدمات وكل ده، بس ده مكمل، ده اللي هو السلطات، لكن الوجبة الرئيسية بتاعتي صناعة وزراعة. طيب فطبيعة الناس هنا احنا قايمين على الخدمي اكتر من الصناعي والزراعي، بدليل ان انا ما عنديش او ما اعرفش حد في مجال الصناعة، يعني ما اعرفش عامل في مصنع او اعرف 5، لكن اعرف 1000 واحد في حاجات تانية ادارية، وموظف في الشركة الفلانية، وفلان محاسب في الشركة العلانية، صح؟ فطبيعة التكوين السكاني في مصر قايم على النوع الخدمي. طيب مستوى التعليم، احنا للأسف عندنا نسب فقر وأمية مرتفعة، فده معناها ايه؟ انه ما اقدرش يواجه التعليم، وما اقدرش ان هو يقوم بعملية تصنيع او عملية انتاج، فأصبحت القوة العاملة في مصر ضعيفة. عندي عدد كبير 100 مليون وعندي شباب 60% وكل ده، بس القوة العاملة في مصر قليلة. طب القوة العاملة دي لو مسكناها كل اللي بيشتغل في مصر 28 مليون الرسمي، طبعا في اعمال اللي هي اقتصاد غير رسمي، هنقول كمان 5 6 مليون 10 مليون، بس كلهم منهم 10 مليون صناعة وزراعة والباقي ما بينتجش. فانت عندك ال 10% هم اللي بيجروا الدولة ال 100 مليون. طب تعالى على الصين، لا، القوة الخاصة بالصين اللي تم الإعلان عنها انه 70% صناعة، 25% زراعة، 5% أعمال إدارية. فأنت عندك ترتيب المكون غير ترتيب اللي عندنا. فأنت عشان تصلح لازم تصلح الهيكل السكاني، تقوم بعملية تدريب وتعليم عشان أحول القوة دي وأستفيد وأتفاخر
ان انا عندي زياده سكانيه، وتبقى بالعكس ده ندي دعم لكل واحد يخلف زياده، ان المنتج اللي يطلع ده الطفل ده او الشاب ده يطلع يكون مؤهل تعليميا، مؤهل في مصنع، مؤهل في زراعه، عنده حرفه يشتغل منها. في الحاله دي احنا نقول والله ده احنا يا ريت والنبي بدل من 100 مليون يا ريت والنبي الناس تخلف عشان يبقى 150 مليون، لكن احنا وضعنا السكاني ده المشكله. فلما بنيجي نتكلم في ده الناس بتيجي تقول لك لا انتوا بتتكلموا، طب ما الصين، طب ما هو اليابان 300 مليون، انت عندك مختلف، الوضع عندك مختلف، ما عندكش الامكانيه ان انت تحاول. طب هل التعليم منخفض وهل الاميه والجهل منخفض؟ فبالك برضو الجهل احنا بنقيسه بالكتابه، بره بقى بالكمبيوتر والكمبيوترايز ومعاه كام لغه، لو معاه لغه واحده يبقى اسمه جاهل برضو، يعني ده بيتقاس بحاجات تانية. احنا هنقول اللي بيقرا زرع وحصد والجو ده، الكلام ده انت عندك 40% عندك اميه، فحتى لو المتاح عندك للاسف ما عندكش المنتج، المواطن المنتج ان هو يقدر يخش مصنع وينتج، او ده بقى خطه الدوله، بس دي مش هتستمر يوم واثنين وثلاثه، دي تراكمات قديمه، وعشان تتحل عايزه وقت طويل من تعليم، من سياسات تعليميه، من سياسات في التدريب، من اعاده هيكله، من انا ابلغ المصانع انها تعمل مراكز تدريب، كل ده خطه المفروض تمشي فيها. بس على الاقل دلوقتي في الحد ده ان انا اخفض عدد السكان، وانا عندنا بشرى ان عدد السكان انخفض من 2 مليون و200 الى 1.6 مليون. عديد بس معلومه صغيره كمان، انه الصين في الاول كانت زينا تقريبا، وبعدين حضرتك عملوا قانون انك انت مفيش زياده اكتر من واحد، صحيح ما تخلفش اكتر من واحد. طبعا بالاضافه للي حضرتك شرحته ده مهم جدا طبعا. دكتور عبد البديع السيد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، نورتنا وشرفتنا يا فندم، ونورت عقولنا بالكثير والكثير من الامور حياتنا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ده كان يومنا في صفحة جديدة، وبكرة إن شاء الله نفتح صفحة جديدة في مستقبل بلدنا. حضرتك أنا مع حضراتكم بكرة بإذن الله يوم الثلاثاء إن شاء الله. تصبحوا على خير.